سمعنا بقول بعض أهل العلم عن جواز صيام العشر عند الرجوع إلى الأهل لمن لم يتمكن من الصوم في مكة. وهو كذلك، نعم، إذا فاته صوم 3 أيام في الحج فيصوم 10 متتالية عند أهله، ما فعل أو في الطريق. نعم، بعض أهل العلم يقول عليه فدية عن فوات الوقت، يصوم 10 ويتصدق ويذبح فدية أو يطعم 10 مساكين، ولكن الصحيح أنه يصوم فقط ولا عليه غير الصيام. نعم.